يعلنون انتهاء المعركة التي رسمت حدودا جديدة وواقعا جديدا فرضته فصائل الجيش الحر التي تدعمها قوات تركية، بهدف قيل حينها إنه يصب في خانة الحرب على الإرهاب ومواجهة الجماعات الإرهابية، والمقصود هنا تركيا تنظيم الدولة والوحدات الكردية. ورغم أهمية المعركة ونتائجها، إلا أن 5000 كيلومتر التي أرادها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انحصرت في الراعي وجرابلس وإعزاز ومارع وأخيرا الباب.